دعم الجزائري للحركات التحررية عبر دول إفريقية كانت تحت الاستعمار هو مبدأ راسخ مستمد من الثورة التحريرية المجيدة، مبدأ لطالما دافعت عنه الجزائر ولازالت ترافع عليه اليوم في مختلف المحافل والمناسبات. دور الجزائر في مساندة حركات التحرير الإفريقية قبل استرجاع السيادة الوطنية وبعد، لأن العلاقات بين جبهة التحرير الوطني من 56 كانت مربوطة أيضا بحركات التحرير في إفريقيا، منها من كانت قد بدأت حربها التحريرية ومنها من كانت في طور التنظيم كأحزاب سياسية إلى غير ذلك. بعد استرجاع السيادة الوطنية اختارت هذه الحركات أن تتخذ من الجزائر العاصمة مقرا لها. دول إفريقية استلهمت نهجها التحرري من تاريخ الجزائر النضالي، فثورة نوفمبر فرضت نظرة جديدة وشاملة اتجاه المستعمر. La décision stratégique de l'Algérie de soutenir la lutte pour la décolonisation en Afrique était basée sur la compréhension que l'indépendance algérienne n'aurait aucun sens ni aucune signification sans la libération totale de l'Afrique. ملتقى تصفية الاستعمار في القارة الإفريقية الذي نظمته وزارة الخارجية كان محطة لاستحضار مآثر الثورة التحريرية ودورها في إلهام شعوب القارة النهج النضالي ضد المستعمر.